السلام عليكم متابعينا الاعزاء. سنقدم لكم اليوم موعد شهر رمضان لعام 2024 في كل الدول العربية. ولكن قبل ان نبدا لا تنسوا ان تدعمونا بلايك والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر معكم بنشر المزيد ان شاء الله. شهر رمضان هو الشهر التاسع من السنة الهجرية عام 1445 وتاريخ بدء شهر رمضان في عام 2024. يعتمد على التقويم الهجري الذي يختلف عن التقويم الميلادي، وموعد شهر رمضان عام 2024 هو يوم الاثنين 11 مارس إلى 9 أو 10 أبريل عام 2024، حسب رمضان إذا كان 29 أو 30 يوما، ويجب ملاحظة أن هذا التوقع يمكن أن يتغير قليلا بناءً على الرؤية الشرعية المحددة لهلال شهر رمضان. وأعلن الدكتور ياسر عبد الهادي الأستاذ بمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن شهر رمضان المقبل عام 2024 يأتي في فصل الشتاء ولمدة تسع أعوام. وقال أستاذ أبحاث الشمس في تصريحات له أن رمضان عام 2024 وعام 2025 يأتي في بعض أيامه في فصل الربيع وبعد ذلك في فصل الشتاء.